بسم الله الرحمن الرحيم. شوفونا اللي طالبين في السؤال الأول، أنت بدك كثير حدود من الدرجة الثالثة، بده أقل ما يمكن جذورها حسب ما هو كاتب، إنه جذورها هم إيش راح يكونوا؟ كاتب ناقص واحد، والجذر الثاني تخيل اللي هو 3 زائد 2i، ونكتب بالإنجليزي سالب واحد وثلاث زائد 2i، معناته أكيد في 3 ناقص 2i، المرافق تاعه لازم يكون جذر من الجذور، هذا تأكيد. حسيت إذن لازم يكون، إذن هذا جذر، إذن هذا راح يكون جذر وهذا راح يكون جذر. إذن السيات إيش راح يكون شكل المعادلة؟ بالتأكيد راح يكون x زائد 1 في x ناقص من قوسين 3 زائد 2i، هذا الجذر الثاني أو العامل الثاني، والثالث هاي x مش هاي غلطت هون، هاي x مش 3، راح تكون x هون، راح تكون x ناقص بين قوسين 3 ناقص 2i، يعني ها راح تكون هيك شكل المعادلة، x زائد 1 أو الدالة أو التطبيق اللي بدو إياه، x ناقص 3 ناقص 2i، والثالث x ناقص 3 زائد 2i. بس ضايل هسيات انك تفك القوس تطلع لك المعادلة اللي هو طالبها من الدرجة الثالثة. F9 هسا بده هو اصفار الاقتران، هذا f of x بتساوي 3x تكعيب ناقص 2x تربيع ناقص 8x زائد 5. هون لانه درجة ثالثة بدنا نجرب، يعني من عنا اي عدد اللي يطلع صفر نجرب، يعني مثلا f of 1 تجريب من عندي، يلا حطهم بيطلع عندك 3 ناقص 2 ناقص 8 زائد 5، هل هاي بتطلع صفر؟ شوف هون بيطلع عندك ناقص 10 و8 ما بتطلع صفر، اذا هاي محاولة خاطئة. نجرب مثلا f of ناقص 1، خلينا نجرب، بيطلع سالب 3 هنا ناقص 2 زائد 8 زائد 5، هون بيطلع عندك ايش 13، وهون ناقص 5 ما بتطلع صفر، اذا هي كمان محاوله خاطئه. خلينا نجرب اف اوف 2، يعني هيك نجبر المعاملات اللي هون معاملات اللي هون، خلينا نجرب 3 يمكن احسن لنا. خلينا نجرب 3، 3 في 3 تكعيب بيطلع 27، 27 81 راح تطلع، 81 ناقص 3 تربيع 9 18، وهون ناقص 24 وهون زائد 5، مش راح تطلع صفر. اذا خلينا نجرب اف ناقص 3، لما نضل نجرب بالمعاملات يزبط معنا اشي، لما نحط اف ناقص 3 بيطلع هون سالب 81 مظبوط، لانه 3 تكعيب 27 في 3 81 ناقص 18، هون راح يصير زائد 24 زائد 5، برضه هون مش راح تطلع صفر، يعني هاي مبين عليها صعبه، يعني هون ولا واحدة من هذول تزبطت. هسه بنكمل هون، يعني لاحظ انه كل محاولاتنا بات في الفشل، فانا هون رحت اضطريت للآلة الرسمة، رسمت الاقتران، شايف لقيت هون انه نقاط التقاطع مع محور السينات اللي هن سالب 1.62% و 62% و 1.67%. طبعا اذا بدك ترجع تحاول بها يدوي راح تكون صعب كثير هاي، المهم تزبط يعني. فاتوقع هاي هي الإجابة، يعني اتوقع انه لازم تستخدم آلة رسمي لانه باليدوي ما راح تزبط، لكن اذا زبطت معك واحدة يدوي بتعمل القسم التركيبية او القسم الطويلة بتطلع باقي الجذور. هسه هون المطلوب كأنه التحليل، انا هيك اللي فهمته من السؤال، اذا هيك المقصود بدريش انا اذا هيك قاصدين ولا لا، بس كأنه التحليل، فهون بنضطر نعمل اقواس، فنقول اكس تربيع بتيجي من اكس في اكس، الستة يا اما بختار 6 في 1 يا اما بختار 3 ضرب 2، فلانه الاخير سالب فانا راح اختار 6 بـ1 عشان يطلع فرق بينهم يطلع 5، فبحط هون سالب وهون موجب، هاي صارت سهله. تاكد اضرب الوسطين اضرب الطرفين تتاكد انه اجابتك صحيحه. الان نفس الكلام راح اعمل اكس في اكس، الستة هون بتيجي من 3 بـ2 بدي اختارها، لانه الاخير موجب لازم يكون اشارتين زي اشاره الاوسط، اذا سالب سالب، هاي هيك خلصين. تقدر تتأكد تضرب الطرفين والوسطين تجمعهم تتأكد انه الشغل مظبوط. هون هاي فيها مشكلة، هون يا اما اني بعملها 4x، يعني هون بقدرش احذر، بدي اجرب
يا اما بعملها 2 اكس 2 اكس. يعني بدي اجرب واحدة منها تشوفها بتزبط. المشكله كمان الستة يا بتيجي 3 ب 2 يا اما بتيجي 6 ب 1. اجرب انا وشي اول شيء ما بخطر في بالي اللي هي 3 ب 2. اذا خلينا نحط هون 3 وهون 2. الاخير سالب، اذا وحده سالب وحده موجب، بس بدنا الكبير يطلع موجب. اذا نخلي هاي موجب لانه لما اضرب 4 في 2 بيطلع 8 وهي بدي اعملها سالب. طب هيك زبطت؟ زبطت. هاي اول وحده زبطت على طول. 4 في 2 8 اكس، واضرب هاي بيطلع سالب 3 اكس، اجمعهم بيطلع موجب 5 اكس. اذا شطب الباقي، اذا هذا اللي صح. هسه هون المشكله ما يعني لازم تاخذ عوامل مشتركه. عندك ال 16 وال 54 في عامل مشترك بينهم، وفي اثنين في غيرها. 54 تقسم على 9، ال 16 تقسمش على 9، 9 في 6 تقسمش، اذا اثنين عامل مشترك. وخذ الاكس عامل مشترك، واي ما في، اذا بتفتح قوس بصفي عندك 8 اكس تكعيب، ايوه لانه اكس تك اس 4 على اكس بيطلع اكس تكعيب، ناقص 54 على 2، 5 على 2 فيها 2 بصير هون 27. هون ايش بتصير؟ واي تكعيب. هسه هاي بدها ايش؟ بدها تحليل فرق بين مكعبين. اذا شيء خط عامل مشترك، بعدين هاي بدنا نعملها فرق بين مكعبين. هسه الفرق بين مكعبين راح نجيبه لمين؟ لاخر واحده وصلنا لها اللي هي 8، يعني 2 اكس 8 اكس تكعيب ناقص 27 واي تكعيب. اذا هيك راح تصير 2 اكس، راح نخليها 2 اكس، بس الدعيدي هذيك يعني 8 اكس تكعيب ناقص 27 واي تكعيب. اذا راح تصير 2 اكس، افتح قوس صغير وقوس كبير، الجذر التكعيب ل 8 اكس تكعيب اللي هو 2 اكس ناقص 3 واي. يلا ربع الاول بيطلع 4 اكس تربيع، غير الاشاره، اضرب الاول بالثاني 6 اكس واي، ربع الثاني زائد 9 واي تربيع. هاي القاعده تبعتها خلصت، هاي هي التحليل لما يكون فرق بين مكعبين. طيب اللي بعديها هون بدك تحزم، مثلا خذ هذول الثنتين مع بعض، اول ثنتين خذ مع بعض، خذ الثاني ثنتين مع بعض. هون بنقدر ناخذ اكس عامل مشترك، ايش بصفي عندي؟ اكس ناقص واي زائد، خذ اكس اثنين عامل مشترك بصير اكس ناقص واي. يعني بين هذول الثنتين بدي اخذ اكس عامل مشترك، بدي اخذ اثنين عامل مشترك، هون بدي اخذ اكس عامل مشترك. شو صفى عندي كمان؟ اكس ناقص واي عامل مشترك، شو بصفي عندي؟ اكس زائد 2. خلصت المسألة. ايوه هسه هاي نفس الكلام، هون شكله بدنا نقعد نحزم هون، يعني هاي كبيرة شوي بدك تحزم. شوف ايش اللي ممكن يتحزم مع بعضه. وشي ما كوش كلهن فيهن اكس، خلينا ناخذ هذول اللي كلهن فيهن اكس. لو اخذنا اكس عامل مشترك فيهن كلياتهم، لا هيك بتزبطش. هذول كم واحد هن؟ خلينا نعد هنا، 1 2 3 4 5 6. طب خذ 3 3، خذ اول 3 مع بعض، ما بدك تجرب يعني، مش عارف ايش اللي راح يزبط، فبدك تجرب. اذا اخذنا اول 3 مع بعض، اخذنا اكس اس 3 عامل مشترك، شو بضل عندي؟ اكس تربيع زائد 4 اكس زائد 4. اخذنا اكس تكعيب عامل مشترك. هون شو الانسب شيء تاخذ عامل مشترك؟ خذ واي تكعيب عامل مشترك. اخذت واي تكعيب عامل مشترك، شو بضل عندي؟ اكس تربيع زائد 4 اكس زائد 4. لاحظ انه هون تقدر تاخذ اكس تربيع زائد 4 اكس زائد 4 عامل مشترك، بضل عندنا اكس تكعيب زائد واي تكعيب. خلصت المسألة. يا سيات بتكتب هاي اكس تربيع، بتنكتب هاي اكس تربيع زائد 4 اكس، بتتحلل لاكس زائد 2 الكل تربيع. لو تحللها بتلاقيها اكس زائد 2 في اكس زائد 2، وهي على مجموع مكعبين اكس زائد واي، وبعدين بتعمل هيك اكس تربيع ناقص اكس واي زائد واي تربيع. هيك انحلت كاملة هاي، يعني طويل شوي. اللي وراها بحكي لك هنا، اذا كان اكس ناقص 2 احد العوامل، نطلع باقي العوامل. معناته اذا اكس ناقص 2 احد العوامل، اذا اكس ناقص 2 يساوي 0، بيدل ان اكس يساوي 2 احد الاصفار. نعمل قسمه تركيبيه او قسمه طويله،
احتاج القسم التركيبي، معامل اكس تكعيب اللي هو واحد، معامل اكس تربيع اللي هو ثلاث، معامل اكس اللي هو سالب ستة، الحد المطلق سالب ثمانية، والعدد اللي هو الصفر هو اثنين. نعمل الخط هذا، بننزل الواحد، اثنين في واحد اثنين، بنجمع بطلع خمسة، هاي عشرة، بطلع أربعة، اثنين في أربعة ثمانية، الباقي صفر. هاي الفكرة الرئيسية. إذا العامل الثاني راح يكون عبارة عن x تربيع زائد خمسة x زائد أربعة. إذا بدنا نحلل هاي، نعمل x في x، الأربعة بتيجي أربعة في واحد لأنه الأخير موجب، إذا إشارتين متساويات زي اللون. إذا كل العوامل راح يكون x زائد واحد و x زائد أربعة و x ناقص اثنين. هذه هي التحليل.